وكمان نعمل هوست شير سكرين، نعمل ادفانس بورشن اوف سكرين كده. انتوا معايا؟ تمام يا مس زي الفل. بصوا يا جماعه، عايز اقول لكم بس على حاجه كويسه قوي. احنا المره اللي فاتت كنا بنتكلم على اغلبيه الحاجه كانت الكالكوليشن، اللي هو زي الجمع، الطرح، القسمه. بعد كده قعدنا نعد ازاي، نعد عد ناس مش جمعهم، نعدهم بس، يعني مثلا نعد ليبيا، كندا، اليابان وهكذا. الحاجه بقى التانية اللي احنا عملناها ان احنا قعدنا بقى نجمع مجموعهم، نجمع مرتباتهم، نجمع بيعهم وهكذا. صح كده؟ صح كده؟ تمام. صح كده. الفكره بقى في ايه بقى دلوقتي؟ ان احنا عايزين شايفين الشيت ده في ليبيا، كندا، ليبيا، بس طبعا في كذا حاجه. يعني ليبيا مثلا هنا بتتكلم في الكوزماتكس دي اللي هي ادوات التجميل، وهنا ليبيا بتتكلم في البيبي فود اللي هي اكل البيبي. مثلا بيقول لك سعر الوحده وتكلفه الوحده وهكذا. يعني المهم احنا هنتكلم النهارده عن داله او فانكشن اسمها، انا بسميها ازاي تدور على ابره في كوم قش. ابره في كوم قش، فاهمين؟ يعني وليكن انا عايز اعرف ايه سعر الوحده اللي في لايبيريا او استيريا او سيريا. هم ما اعرفش ايه هو جايب شجع ده، ولا لايبيريا استيريا سيريا، ما اعرفش. المهم يعني انتوا فاهمين اللي انا بقوله؟ لا يعني انا فاهم. انت فاهم بقى ايه اللي مش فاهم؟ بص يا معلم، هقول لكم حاجه كويسه. لو انا دلوقتي عايز اعرف سعر الوحده، بص سعر الوحده اهي، اهي خليها بس كده في المنتصف اهي. لو انا عايز اعرف سعر الوحده اللي قدام كلمه لايبيريا، الناس الطبيعيه اللي بتشتغل مانيوال هنعملها ازاي؟ هنعملها بص، هتاخدوا كده كلمه لايبيريا، هتاخدوها كده كوبي، وهتدوسوا كلمه فايند، اهي فايند اهي اللي فوق اهي، او كنترول اف، وتروح جايين كده، تروح تحددين دي كوبي وتدور على كلمه لايبيريا اهي اهي، صح كده؟ نروح جايين كده وناخد سعر الوحده دي كده وناخدها كوبي، ونروح رايحين هناك كده ونطلع فوق ونحطها قدام لايبيريا. شايفين شلل؟ صح كده يا جماعه ولا ايه؟ صح. انا استصعبت قوي الطريقه دي. لا المهم، فطبعا اللي هو لو انتوا بتتكلموا على 100، لو 100 دوله زي دي، انتوا كده في شلل، انتوا كده اليوم ضاع. فاهمين قصدي؟ تمام. معلش يا جماعه، حسوني بالامان بس وخليكم معايا. يعني اللي عايز يرد يا ريت يرد عليا لو بعد اذنكم. طيب بس يعني انا بحس ان انا يعني الناس مش معايا، هم اكيد مع الاسف يعني. لا مستر، مع حضرتك. لو بعد اذنكم بس حسوني بالامان يعني. المهم يعني، فانتوا لو هتجي بقى نمشي على الخطوه الثاني، هناخد دي كوبي، وهندور فين كلمه استيريا، وبعد كده ناخد سعر الوحده. ده شلل الشلل. ففي بقى فانكشن عملوها اسمها في لوك اب. في لوك اب دي للعلم بس بالشيء يا جماعه، لا تخلو من اي شغل، لا تغلو من اي شركه. لازم وانت بتشتغلي في اي شركه تبقي لازم عارفه في لوك اب دي، لازم تبقي عارفاها وانت نايمه، يعني انت نايمه كده فاهماها. صح كده؟ ايه اللي هيحصل بقى لما نشتغل على الفي لوك اب؟ بص بقى، الفي لوك اب دي وظيفتها ان هي تقدر تجيب لك الداتا دي كلها وتحطها لك في ظرف ثانيه. كل اللي علينا ان احنا نعرف بتشتغل ازاي. بص بقى، احنا قلنا اي معادله بتتكتب في الاكسل بتبتدي بايه؟ بيساوي ايكوال او بلس. ايكوال وبلس او كده. بالظبط، ايكوال او بلس. تمام، بيساوي في لوك اب اهي ظهرت اهي، في لوك اب اهي. تمام، في يعني فيرتيكال، فيرتيكال يعني اللي هو بالطولي، هو يعني حضرتك دوست ايكوال وهي ظهرت، ولا دوست ايه عشان تكتبي في لوك في ال او؟ اكتب الكلمه نفسها يعني. اوكي تمام، هتظهر لي كده. يعني بصي، اول ما بدوس ايكوال بيظهر لي كده، ما بيبقاش ظاهر حاجه. اول ما اكتب حرف الفي هتبتدي بقى تظهر بقى الكلام في ال او او اي، هيظهر خلاص. وهنروح دايسين عليها مرتين. تمام، نقرا بقى المعادله دي لازم تتقري المعادله دي. بصوا يا جماعه، بصوا يا ابراهيم، الفكره كلها ان انت لازم تبقى عارف تقرا
تقرا المعادله دي اللي بيقول لك المعادله دي مطلوب فيها ايه عشان يتحقق لك النتيجه بتاعتك. اللوك اب فاليو بيقول لك اللوك اب فاليو ده اللي انت بتدور بايه، انت بتدور بايه، بتقول له ايه انا بدور بالكلمه دي معايا كده، انتوا معايا صح؟ اه تمام حضرتك. يقول لك تمام يا مستر، بص الكلمه حتى لونها اسود اهي. يقول لك انت بتدور بايه، قول له انا بدور بالخليه دي اللي هي الخليه دي وخلاص. بعد كده هتلاقي فيه كومه اهي، تروح دايسين الكومه. يقول لك انت بتدور عليها فين، في انهي حته التيبل اري ده. هتروح قايل له بص بقى ركز كده، هنروح قايل له بدور عليها من اول هنا اهو، من بدوس على العمود كله من اول هنا لحد سعر الوحده. خلاص يعني 1 2 3 4 5 6 7 8 9، فاهمين ولا لا؟ ده التيبل اري او اللي هو التيبل اللي انت بتدور فيه. ماشي معلش ممكن حضرتك تقول تاني؟ نقول تاني. بصوا يا جماعه، بصوا هنيجي هنا هندوس يساوي صح كده زي ما الناس كلها بتقول، وهندوس في ال او اهي، ده ظهرت في لوك اب اهي صح كده؟ تمام يا مستر. هنروح دايسين عليها مرتين، يقول لك اللوك اب فاليو، اللوك اب فاليو ده اللي هو فين؟ هيقول لك انت بتدور بايه؟ قول انا بدور بالكلمه دي او بالخليه دي. انتوا كده فاهمين؟ الفاليو القيمه بتاعتك ايه؟ فاهمين ماشي تمام. انت بتدور بايه؟ هتقول انا بدور بالكلمه دي او بالخليه دي، وبعد كده تروح دايس كومه، الكومه اهي بعديها في كومه اهي. نقلنا على الـ على الـ على الـ على الـ على الارجيومنت او الاتريبيوت الثاني او اللي هو المعامل الثاني اللي هو مطلوب في المعادله. يقول لك انت عايز تدور عليه فين؟ هقول له انا بدور عليه، بص ركزوا، بدور عليه في الجدول ده، هيبقى من اول الكونتري لحد، انا بدور على سعر الوحده يا جماعه، انا عايز سعر الوحده اللي هي فوق اهي. خلاص يبقى بيقول لي انت بتدور عليه فين، هقول له انا بدور عليها من اول هنا لحد هنا لحد سعر الوحده كده. احنا وقفنا لحد هنا تمام، يعني اظل على كل مربعات يعني الاولانيه اللي جنب البلد صح كده لحد سعر الوحده، من اول الكونتري لحد سعر الوحده. خلاص كده تمام تمام تمام. بعد كده هنروح دايسين كوما، في كوما اهي. المعادله اهي يا جماعه اهي، لسه المعادله اهي. بعد كده نروح دايسين كوما، يقول لك انت النتيجه اللي انت عايزها في انهي عمود، فاهمين؟ كولوم اندكس نمبر اللي هو نمبر العمود كام. هتيجي هنا تروح قايل له مثلا ايه، بصي بقى هنعد، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، يبقى العمود رقم كام؟ 9 9 تمام. وبعد كده نروح دايسين كوما، يقول لي بقى النتيجه اللي انت عايزها ابروكسيميت يعني اللي هي تقريبيا ولا اكزاكت. لا اقول له انا عايزها بالظبط، انا عايز الاكزاكت، ونروح دايسين عليها مرتين. خلاص وهنروح قافلين الكوس صح ولا غلط، وندوس تمام اهو لايبر. بصي بقى اهي دي المعادله، هتلاقي لي رقم اهو، وهنروح ساحبين المعادله لتحت خالص اهي، تلاقي لي ارقام اهي. طب عايزين نتاكد الارقام دي صح ولا غلط، تعال نشوف. بص يا معلم، هنيجي ناخد كلمه سوريا مثلا، سوريا، سوريا دي كام؟ ب 7485. هنروح مدورين كده على كوبي، وهنروح مدورين هنا في سوريا، كنترول اف كنترول جي اهو، اهي سوريا اهي 7485 اهو، 7485. طب تعالوا نشوفوا توجو، توجو 3012. تعالى ناخد كلمة توجو دي كده كوبي، ونروح عاملين كده وندور عليها هنا كده، اهي لا اهي اهي 3012 اهي يا جماعه، انتوا معايا ولا مع الاسف؟ تمام مع حضرتك تمام، 3012 اهي، فكده الارقام طلعت صح. تمام كده يا جماعه تمام. هي المعادله الثانيه دي صعبه في الاول عشان فيها خطوات كتير، بس يعني بتسهل طبعا لو فيها. اقول لك على حاجه، انا تسنيم، بص يا تسنيم بقى، اللي جاي بقى اللي جاي احلى بكتير.
تخيلي بقى، تخيلي دولت كام، دولت كام كام عددهم؟ عددهم 14 واحده. بصي بقى انا هقول لك على حاجه، كانت في واحده زميلتي كانت شغاله، الامثله دي على طول بقولها في كل الكورسات، كانت شغاله في شركه بتعمل اللي هي الاف ام سي جي اللي هي بتاعه الاكل، فكانت شغاله بتحط الداتا انتري بتاعتها تبع الاكل، يعني اللي هي مثلا ايه، مثلا مكرونه ستار الذهبيه بيحطها بالانجليش وبالعربي، مكرونه ما اعرفش ايه الكيلو، هو في حد بيضحك صح؟ مكرونه ستار الذهبيه دي لازم حد كل يضحك عليها. المهم يعني فانا بس هعمل ستوب لحظه واوريكم الموضوع عامل ازاي. بص لحظه، تمام. عارفين الاعلان ده يا جماعه؟ مكرونه ستار الذهبيه. عارفين الاغنيه دي ولا ايه؟ ايوه اديك هيك في ميه. ايوه بالظبط. والساعه ساعه مكرونه الساعه ساعه. استنوا بقى يا جماعه، ده انا هبسطكم بساط السنين دلوقتي. الساسة مكرونة الساسة. ثانية يا جماعة، أنا بعمل لكم تمام. ثواني بقى، ثواني 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 ثواني، انا بعمل لكم عظمه على فكره. اكيد يا مستر، اكيد. اه طبعا، ده انا بجد والله هبسطكم بجد والله. بصوا انا عشان اوريكم بس قد ايه انا عايز ابسطكم بجد في الموضوع ده. مكرونه ستار الذهبيه الكيس بيكفي 100 اهو. بصوا يا جماعه انا هعمل اهو دلوقتي ونقول الو ونعمل الشير ونعمل البورشن ده. بصوا يا جماعه انتوا كده شايفين صح؟ شايفين تمام. بصوا يا جماعه هنا اللقطه دي. بص هنا ده شيت كانت هي شغاله عليه من زمان تمام، يعني مثلا ايه، جوزة طيب ابو علي 70 جرام، ابو علي ناتميج 70 جرام توابل وبهارات، فاهمين؟ وده بهارات الضحى وكزبرة الضحى. هي كانت شغاله مع عطار؟ مع عطار؟ لا، ما هي كانت شغاله في سوبر ماركت. انا بتكلم جد على فكره يا جماعه، فهموني. انتوا بتتكلموا في حته ان دي شغاله كانت في 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 داتا انتري شركه زي هايبر، فاهمين قصدي؟ فكانت لازم تترجم كمون. ايوه ايوه. الشام لازم باب الشاب كومين باودر، فاهمين؟ فهي فاهمين، فهم بقى راحت لشركه ثانيه، فالشركه الثانيه ادت لها الداتا دي، قالت لها ايه، مكرونه سباكيتي الضحى كيلو جرام 1 كيلو، شعريه من ميلان 400 جرام. فهي بتقول لي محمد الاسامي دي انا اشتغلتها هنا في الشيت ده، فانا عايزه اطلع الاسامي دي، اطلع لها البرودكت نيم بالانجلش، يعني اللي هو يعني اللي هو ايه، الديسكريبشن بس بالانجلش، او شرح الانجلش بتاعها، فاهمين قصدي؟ ايوه، عشان ما تقعدش تعيد الكتاب من اول وجديد، تختصر على نفسها هي يعني. هي تمام تمام، جدع تسليم. دولت بقى كام؟ دولت كام؟ دولت 400 ايتم ما شاء الله. انت طبعا لو انت خدتيهم كوبي بيست، لو قعدت تاخديهم كوبي فلتر مارك، انتوا كده مش هتشتغلي، انت راجل هيرفكت. صح. اكيد. تمام. فايه اللي حصل بقى يا ستي؟ بقى يا ستي معايا يا عم احمد؟ الله يجزاك خير. ماشي، نقول الو يا عم احمد. بص بقى احنا قلنا ايه، نمشي بقى على الاجراءات اللي احنا قلناها نفس زي. على فكره يا جماعه، الفي لوك اب ممكن تعملوا في لوك اب من شيت لشيت، يعني فاهمين؟ هنيجي هنا كده اهو، هندوس يساوي في لوك اب اهو. تمام كده، خليكم معايا، خليكم كلكم معايا. تمام يا مستر. خلاص تمام، ندوس عليها مرتين اهو. نمشي بقى مع المعادله. ها، خليكم بقى معايا في المعادله. اللوك اب فاليو اللي هو بيقول لك ايه قيمه اللوك اب، او القيمه اللي انت عايز تدور بيها، اللي هي ايه، انت عايز تدور بيها، تقول له انا عايز ادور بالخليه دي، صح كده؟ اول واحده هنبتدي بيها. تمام، خليكم معايا كده يا اميره، يا ايمان، يا اسراء، يا احمد، يا مصطفى، يعني خليكم معايا، فاهمين؟ تمام اهو. حضرتك هندور بايه؟ هندور باللوك اب ده،
بالخليه دي تمام، وبعد كده ندوس كوما. بيقول لك انت عايز تدور بيها فين في انهي جدول، هتروح جاي على الشيت ده كده اهو، وتروح قايل له بقى ايه عايز من هنا لهنا، من هنا لهنا، لا من هنا لهنا اهو. انت شايفين كده كويس يا جماعه؟ اهو من هنا لهنا، اللي هو ما هو ده اللي بالانجلش، ده اللي بالعربي، ده اللي بالانجلش، فاهمين قصدي؟ فهندور من هنا لهنا، ده الجدول كله. انت مش بتظلل عليهم هما الاثنين في نفس الوقت؟ طيب يعني تاخد ما هو يا بنتي، ما هو اهو ما هو متظلل، بس لو تظليل اهو على المربعين دول. تمام تمام، تعالى من اول اهو يا تسنيم، ثواني اهو عشان بس نصغر الشكل شويه، اهو اهو عشان بس ايه ابقى مصغر لكم الشكل عشان تبقوا انتوا شايفين اكتر. ده اللي بالعربي، ده اهو بص اهو، ثواني كده نعملهم كده اهو. ايوه انا كنت قصدي كده بقى، انا اشوفهم كده هما الاثنين، ده الاربك ده الانجليش خلاص. تمام هنا هنيجي بقى هنا نعمل هنا في لوك اب من الاول يساوي في لوك اب اهي خلاص. واقول لك انت عايز تدور عليها فين، اقول له انا عايز ادور على دي. بعد كده ادوس كوما، يقول لك انت عايز تدور عليها في انهي جدول، تقول له هنا في الجدول ده من هنا لهنا، اللي هو بتظللي على ده واحد اثنين. تمام تمام، وبعد كده كوما. بص بقى بيقول لك بقى ايه انت عايز تدور عليها في انهي نتيجه، فاني قصدي في انهي كولوم، فاني عمود الكولوم، قول له رقم 2. المعادله طلعت فوق اهي، انت رقم 2. بعد كده نروح دايسين دي بقى، يقول لك انت عايز النتيجه تبقى تقريبيه ولا بالظبط، اللي هي اكزاكت يعني بالظبط، اقول له انا عايز اكزاكت ودي كده ودوس انتر بس. بصي مكرونة سباكيتي الضحى 1 كيلو، مكرونة الضحى سباكيتي باستا 1 كيلو. تمام. لو بص شايفين ونسحب بقى العمود كله هي ونطلع النتائج كلها. اهو شايفه علامة الكروس اللي ظهرت دي، بص عليها مرتين. هلالية ستار 1 كيلو، ستار كيلو، باستا 1 كيلو. مثلا ايه تاني؟ لازانيا وجوستو مش عارفه ايه، جوستو ايه لازانيا ما اعرفش ايه، شعريه رويال مكرونه رويال سمول رينجز باستا. تمام. فايه رايكم في اللقطه دي؟ على فكره انتوا مش متخيلين دي سهله شغلي. لا اللقطه دي اجمل عشان ايه يعني الفكره بقى ان المره دي بقى من شيت لشيت مش من نفس الشيت، فدي حوار احلى بكتير يعني. ايوان بالظبط، فدي احسن بكتير جدا يا بنتي. بصي مكرونه فرن لينو بدقيق الشوفان لينو اوت باستا بيني اللي هي يعني بيني وكده يعني انا بحب اقول دي قلبت فرنساوي. لسان عصفور ستار باستا رايس ما اعرفش ايه. فدي بقى تسنيم، دي تسنيمها في ايه بقى؟ هي لو تلاحظي لو دي على شيت كبير طبعا هتفرق كتير، فطبعا دي شلل، انت فاهمه ايه ده شلل الشلل. انت متخيله يعني ايه 400 ايتم تقعدي تدوري عليهم مانيوال واحده واحده؟ انت كده مش هتشتغلي يا تسنيم، الراجل هيرفدك. صح، هو مفيش ما كملناش دقيقتين والموضوع انتهى يعني. بالظبط. ايه رايك عم احمد؟ زي الفل يا دكتور. لا بكلم جد والله، ايه رايك يا ابراهيم؟ ايه رايك يا مريم؟ ايه رايك يا سحر؟ ايه رايك يا محمد يا شاكر؟ معلش انا هنزل. تمام يا مستر، ما شاء الله ممتاز. ما شاء الله ممتاز. كان في سؤال معلش يا مستر. انا محمد قول لو في صنف المصنوع دي مش موجود في الشيت القديمه هينزل برضه ولا ايه؟ تصدق انا بحبك، انا فعلا بحبك والله. ايوه فعلا جدع، حلو الرد ده. شايف مكرونه ستار دي كده؟ تعال نروح نمسحها اللي هناك. تعال ندور على مكرونه ستار دي فين؟ مكرونه ستار الذهبيه. ثواني كده تعالى بس ندور عليها من الاول. مكرونه ستار الذهبيه. اي ستار مكرونه كواقع. اهي 1 كيلو مسحناها من هنا، على كده مسحتها. تعالى نروح نشوف الشيت هناك. ظهرت لي ان ايه ابليكابل مش موجوده.
تمام. بس حلوه طلع يعني نغيب غيبتنا ونرجع بهيبتنا. جدع ابراهيم صديق صديق. جدع ابراهيم ماشي. طب تعالوا ندور على حاجه احسن بقى. جدع ابراهيم طب لو لقيت مكرونه ستارت موجوده لسه زي ما هي بس مش موجود في انجلش يعني مش موجود قدامها الوزن اللي هو انجلش هنلاقيها ايه هناك بقى بص هنلاقيها عشان مش لاقي قدامها نتيجه تمام كده كده يعني تمام. نص طار الذهبي نعم بتقول يا مريم معلش تاني الجزئيه لو ما لقيناش من الجزئيه الانجليزي ايه اللي حصل في الناحيه الثانيه اهي جايبه لك ايه زيرو اوكي او زيرو فاهمين قصدي ولا لا كده انا هكتبها مانيوال صح تكتبها مانيوال لا لا وما لقيتهاش تكتبها مانيوال اه يعني على حسب بقى يعني انت هتعرف تظبطها انت اه لو ما لقيتهاش ايوه ما هو اكيد انت ممكن تمام تمام قصدي كده في بعض المنتجات ممكن ما تلاقيهاش مثلا فانت ممكن تجيبها بايدك بس على الاقل على الاقل تجيب على الاقل 90% منهم او 80% ده 400 ايتم يا ابراهيم اه طبعا معظم الاصناف كلها موجوده يعني ابراهيم يعني ده انا توفر عليك كده بالظبط ايه رايكم كده يا جماعه تعالوا نعملها مره كمان لا شغل بخم الاخر يعني بس كده مكرونه ستار برضه تعالوا بقى نقفل الشيت ده كده نقفل ده كده نقفل كمان الشيت ده كمان ونرجع ونقول الو بصوا اهو ده يونت برايس اليونت برايس ده اللي هو سعر الوحده اهو لا ثانيه اهو اليونت برايس اللي هو اليونت برايس اهو تعالوا نعملها اخر مره ونجرب ده الشيت ده في نفس الشيت ده شيت رقم واحد الشيت رقم واحد بيقول لك دي ليبيا وكندا وجابان وتشاد وارمينيا واريتريا فاحنا عايزين اليونت برايس بتاعها او اليونت برايس اللي هي سعر الوحده تمام هنروح عاملين ايه يون دول يساوي في لوك اب هندوس عليها مرتين وبعد كده شايفين اللوك اب فاليو بيقول لك انت دور عليها بايه اقول له انت بتدور بايه اقول له انا بدور بالخليه دي بعد كده شايفين الكوما اللي بعديها دي هنروح دايسين كوما تمام بعد كده انت بتدور عليه في انهي جدول هتقول له في الجدول ده اللي هو لازم تبقى الجدول المكان اللي انت بتدور بيه يعني دي تبقى في اول حاجه انت بتدور بيها يعني ليبيا هنا تبقى في اول حاجه في ليبيا ما ينفعش تدور على هنا او ما ينفعش ترجع لورا لازم اول حاجه بتدور بيها هي اللي بتدور عليها في الجدول في اول حاجه فاهمين مساء الخير تمام هنروح مدورين كده يقول لك في انهي جدول اقول له في الجدول من اول واحد لحد طب لو اللي انا عايزاه جدول اعمل ايه لو انت عايزاه ايه لو انا عايزاه مش في اول الجدول اعمل ايه يعني ايه لو انت عايزاه مش في اول الجدول مريم يعني ان انا ادور عليها من اول الجدول مثلا بص يا مريم افهميني يا مريم الفي لوك اب بتمشي من الشمال لليمين او من اليمين للشمال على حسب ما انت محوله الاكسل شيت يعني لو الاكسل شيت شايفه الشكل ده كده معمول باليمين من هنا كده يعني معمول من اول هنا كده من البدايه اليمين هتمشي من اليمين للشمال كده طب لو الشيت معمول من الشمال اللي هو اول حاجه هنا كده هتمشي من الشمال لليمين ما ينفعش ترجع لورا يعني بصي الفي لوك اب بتبتدي من هنا لحد كده تمشي كده لكن ما ينفعش ترجع تجيب نتيجه مثلا الحاجه اللي ورا دي ما ينفعش تجيب دي يا مريم الو السلام عليكم الو هو طب انتوا معايا اساسا ولا النت قطع ولا ايه
اللي احنا فيه ده هو مش يعني مش ليبيا اول حاجة، هو مثلا عايز من اول جريك اللي هي اليونان، اللي انا عايزاه اليونان مش ليبيا. اللي انت عايزاه سمية، ممكن بس تخليني ادمن بعد اذنك؟ ماشي. بص اقولك على حاجة، اسمعيني كويس. الفكرة كلها ان انت بتتكلمي ان مش ليبيا اول حاجة، جريك مثلا، الجريك دي اللي هي فين؟ جريس من اول هنا قصدك يعني؟ يعني اعمل من اول هنا كده لحد وامشي كده، ولا ايه قصدك يا مريم؟ من اول هنا. طب ما هي ليبيا فوق. من اول هنا. طب ما هي ليبيا فوق، ما هي ليبيا كده انا مش هاخدها. تمام، ما هو انا مش عايزه ابتدي من عندها، انا بتكلم يعني انا لو في حاجه عندي انا ببدا فيها من النص، مش من اول الكولوم، فاهم قصدي؟ بصراحه مش فاهم، لو انت تعرفي تشرحي لي، لو تعرفي تخشي تعملي حاجه في الموقع. يعني لو هي عايزه تجيب النتائج يا مستر مش من اول السكيدجول من فوق، هي عايزه تجيب عدد الدول اللي من اول جريك مثلا، من اول اللي في النص، مش من اول. مش من اول الكولوم، من اول. مش فارق لها تعرف النتائج اللي فوق، هي عايزه كام دوله اللي في النص دول وخلاص. طب بصي اقول لك على حاجه، يعني دلوقتي ليبيا دي احنا عايزين السعر بتاعها، سعر التكلفه بتاعها، ابتدي من اول هنا. طب ما ليبيا مش موجوده في المدى ده، انت شايفه ليبيا هنا؟ لا انا بتكلم هنا مش مساله مدى، انا بتكلم انا بروح اخد اللي هو اللي انا عايزاه من اي مدى انا عايزاه، ولا هو لازم ابدا من الاول؟ هو ده الفكره اللي انا بتكلم فيها. ليبيا موجوده صح. فوق من اي، صح، من اي مدى عايزاه. تمام، بس انا بتكلم انت عايزه نتيجه مثلا ليبيا وكندا، لما انت تاخدي من اول المدى بتاع جريس ولحد مثلا منغوليا دي، ما هو ما فيهاش ولا ليبيا ولا كندا، فاكيد مش هتطلع لك نتيجه. تمام، انا مش بتكلم هنا، انا بتكلم الاول اللي انا عايزاه مش من اول الكولم، من بدايه خالص، من الاول اللي هو ايوه 1 بي مثلا. تقدري تختاري اي مدى تختاريه، هو ده اللي بتكلم فيه بالظبط. انا بقى بختار بعمل ايه، اسمعيني يا مريم، بعمل ايه؟ انا بروح مختار العمود كله. ليه بقى؟ بحيث لو ليبيا دي في اخر العمود تجيبها لي، لو ليبيا في اول العمود تجيبها لي، لو ليبيا في نص العمود تجيبها لي، فاهمه؟ بدل ما اختار مدى معين كده، فاهم قصدي؟ لا انا بروح معلم على العمود كله. تمام، فدي بتبقى ان هي ايه، ايا كان اللي هيتكتب في العمود هو ده اللي هيظهر فيه. تمام، فاهماني؟ بس كده. جاهزين يا ابطال؟ تمام، بس لا جاهزين يا ابطال. تمام يا مستر. اسمها اي اي مش سبونج بوب ولا ايه؟ تمام. لا احنا نشوف المكرونه الذهبيه. مكرونه ذهبيه، ما فعلا هي مكرونه ذهبيه فعلا. يلا يا جماعه ونقول الو. بصوا يا جماعه، احنا هنبتدي بسم الله الرحمن الرحيم، وهنقول احنا عايزين ايه. هو كله مليان. بصوا بقى هنا يا جماعه، بسم الله الرحمن الرحيم. معلش انا ليه سؤال. اتفضل. دلوقتي لو انا مثلا جيت اصناف مثلا زي ليبيا دي متكرره كذا مره، مع الوحدات بتاعتها ولا ياخد لي وحده منها بس؟ هتاخد اول واحده. هياخد واحده بس منها؟ هتاخد اول واحده من فوق. يعني جمعت كل اللي في قلب الوحدات ليبيا. بص، ليبيا موجوده في كذا حاجه، ليبيا اهي، ليبيا اهي، وهتلاقي ليبيا. الصوت بيقطع على السماعه. انت كده سامعني كده يا محمد؟ كده سامعني كويس؟ كده سامع حضرتك. ماشي، ليبيا اهي وليبيا اهي، وفي ليبيا ثانيه تلاقيها تحت. تمام، هو هياخد اول ليبيا اللي فوق دي. طب مش هيجمعهم لي بقى؟ لا، لو هيجمعهم يبقى صام اف يا محمد. ايه يا محمد في ايه؟ ما تقدر الناس يا محمد. ما انا فاهم، بس اقصد يعني هياخد منهم واحدة بس، صح كده؟ هياخد منهم أول واحدة فوق. تمام. أول واحدة من فوق مش من تحت، من فوق. تمام كده. ماشي؟ خلاص ماشي. ماشي زي الفل كده. جاهزين بقى يا جماعة بقى عشان هنبتدي بقى في حاجة حلوة أوي هتعجبكم أوي. بصوا يا جماعة، في كده حاجة كده في كل لغات البرمجة اسمها إيه؟ أنا بديك شرط، بقول لك إيه؟ لو المكنة، لا احنا نقول له ايه، لو ده عمل كذا، فيطلع لي احتمالين بس، يقول لك طب لو اتعملت نعمل ايه،
ولو ما اتعملتش نعمل ايه؟ فاهمين حاجه ولا لا؟ اه تمام. شروط يعني شروط بالظبط جدع. انا مش نتيجه انت تبقى ساكت كده وتروح طالع لي كده بجمله حلوه. فنروح عاملين ايه؟ شايفين معلم شايفين محمد اللي هنا دي كده؟ بص يا عم حاج هروح اول واحده خالص. بص شايفين 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 معادله الاف دي صغننه خالص. بصوا ثلاث شروط بس ان شاء الله عليه. تمام يا مستر. تمام معادله الاف دي شايفين صغننه قوي حلوه جدا على فكره. اللوجيك تيست اللوجيكال تيست هو بيقول الشرط ايه؟ هقول له لو الشرط ده لو الخليه دي بتساوي كلمه محمد. بصوا يا جماعه الاسامي بتتحط ما بين دبل كوتيشن اللي هي شيفت واللي هي النقطتين دول. اللوجيكال تيست اه اللوجيكال تيست بيقول بقول له ايه؟ بصوا يا جماعه ابتدوا من الاول هنقول تساوي اف اهي هنختار هنا بقول بيقول له إيه؟ لو الخليه دي بتساوي محمد كوتيشن قصدي لازم الاسم يتحط ما بين القوسين دول صح كده؟ بالظبط. تمام. لو الخليه دي اللي هي اي 8 بتساوي كلمه محمد نروح ناقلين على الشرط اللي بعده تمام كوما اه بقول له لو دي بتساوي محمد فبيقول لي طب لو الشرط اتحقق نعمل ايه؟ value is it true اه اقول له اكتب لي كلمه يس. يس دي اللي هي بتتحط برده ما بين الكوتيشن يس. طب نروح نديني الكوما اللي بعديها. طب قال لي طب لو لا ما اسمهاش محمد اكتب لي نو يبقى اهي نو تمام دي اسمها محمد تمام. طب لو كتبت مثلا نوها هيكتب نو نو اه جميلة جدا اه لا ده لسه ده الموضوع احلى. شايفين خلي محمد الاف دي ثلاث شروط بس ما شاء الله. لكن انت ممكن تمشي بقى نعمل فيها قد ايه دلوقتي؟ خلاص كده يا ستي؟ تمام. بصوا يا جماعه فهنعمل ايه بقى؟ بصوا تعالى نزود اكتر نعمل مثلا ايه؟ نخلي مثلا دي 1000 مثلا ودي 700 ودي 500 ودي 300 ودي 700 دي مثلا 1250 ودي 5000 ودي 200 وده 100 وده 690 تمام كده يا جماعه؟ تمام خلاص؟ فانا اروح اقول له ايه بقى في الارقام؟ انت معايا يا مريم؟ على فكره مريم والله هتنبسطي قوي من اللقطه اللي جايه دي. مش معنا صح؟ ولا مع الاسف؟ بص بص يا ابراهيم بصوا بقى يا جماعه الموضوع ده هيعجبكم. نقول له ايه بقى؟ احنا عايزين اللي اقل من 400 اكتب لي عليه اه ولو اقل من ولو اكتر اكتب لي عليه لا خلاص؟ تمام. يبقى بنقول له ايه؟ بنقول له ايه بقى؟ اف الفيزيكال تيست ده بنقول له لو الخليه دي اقل من اقل من عارفين اقل من اهي فاهمين؟ اه تمام تمام تمام. اذا اذا دي لو قصدي ايه؟ لو الشرط اتحقق هنعمل ايه؟ نقول له اه يس بص كده ايوه اصغر من 400. انت ينفع تكتب له كده بالعربي؟ يعني طب طب لو لا لا بسم الله نقول له لا خلاص على كده ماشي خلاص ونقفل الكوتيشن ندوس انتر نسحب المعادله تحت كده ايوه قال لي ايوه اصغر من 400 دي 300 اصغر من 400 ايوه 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 ال 100 اصغر من 400 لكن ال 1000 مش اصغر من 400 تمام حلو بالظبط
حلوة عشان انا شايفه ان هو كتب بالعربي وعملها كده هاتي. ده انت بقى شوفي، ده انا هكتب لك بالعبري دلوقتي، استني ده انا شالوم بقى وشغل عالي يعني. المهم يعني ايوه، بس انا حاسه بعد كده نكتب له تعويض عادي هيكتبها، مش هيقول لا. المهم ان احنا حاطين الحاجات بتاعت المعادله صح يعني. بالظبط صح كده يا جماعه، صح كده يا محمد؟ تمام صح. طب ايه رايك بقى نعملها في لقطه حلوه بقى، نعمل بقى ايه يعني نطلع الدنيا شويه. قولي بقى يا محمد من 50% ل60% ومن 61% ل100% اديله 2000. ايه رايك؟ اديله 2000 كمرتب يعني ولا كنسبه؟ انا هبتدي بس على الشرطين دولت. يا مستر انا هديله على الشرطين دولت بس، هشتغل على الشرطين دولت بس الاول. تمام خلاص اهو كده. بي 2 نعم، بي 2 بي 2 اف بي 2 ناخد السلية الاولانية صح؟ صح بالظبط. قلت له ايه بقى لو دي 50 لازم 50 وتحط له في 50 ولازم تحط في 100 بالظبط، اما تكتبش 50 بس لان هو مش هيفهمها. ايوه لو دي اصغر زي ما هي مكتوبه يعني في الخليه بالظبط، لو اصغر من 50% اذا لو الشرط اتحقق قول له زيرو. ليه؟ لو هو اقل من 50% مش هياخد فلوس. افرض جاب 30% هياخد حاجه؟ لا مش هياخد. لا كده يبقى لو ده اصغر من 50% اديله زيرو. طب لو لا اديله صح كده؟ طب ما انا ممكن ما اعرفش اعملها الاثنين مع بعض يعني، اكتب الايكويشن اللي مكتوبه دي ما بين 50 ل 60. طب قول لي هتكتبها من 50 ل 60 ازاي؟ ما انا مش عارف، انا بسال حضرتك اللي هو ما ينفعش اكتب ما بين 50 ل 60 ايكوال 1000 مثلا. صح بتتكلم صح، بس ما فيش البين دي، ما فيش بين يعني من كذا لكذا، مفيش دي. تمام فانا فاهم ان انت بتقول صح، انت كلامك صح، بس هي مش موجوده النقطه دي. تمام، هي الارقام مش بنحط لها اقواس، لكن لو هي مثلا حاجه هنكتبها لو كتاب هنحط لها الاقواس اللي هي لو كتاب هنحطها في اقواس، اسطمبه يعني حاجه معينه فهتتحط بالظبط، لكن لو ارقام بتتحط من غير اقواس بالظبط. اكمل. هل في الحالة دي انا بتوقع مثلا ان احنا نحط كذا اف في نفس الخلية؟ جدع جدع جدع، ينفع نعمل كذا صح قانون؟ صح صح، ما ده اللي انا عامله دلوقتي. جدع صح، انا توقعت كده يعني كل قانون باف مختلفة، فممكن ان انا اعمل اللي هي الاربعة دول اربعة اف. جدع صح جدع، مش هينفع اف واحدة. جدع صح، جدع مين؟ جدع ما شاء الله. فتمام كده يا جماعة اكمل؟ ده الموضوع هيبقى اكسايتنج جدا على فكره. تمام يا تسنيم، الموضوع هيعجبك قوي اللي جاي ده. حاسه تمام. فاحنا هنقول ايه بقى؟ هنقول اللي اصغر من 50% يبقى زيرو صح؟ لو الشرط ده بصي ترو، ترو ده لو فاليو اف ترو، لو الشرط اتحقق ترو دي يعني لو الشرط اتحقق اديله زيرو. طب لو الشرط ما اتحققش اللي هي فولس اديله 1000 جنيه. انت معايا؟ تمام. لا بس تمام ثانيه بقى. لا صح معلش، انا نسيت اللقطه معلش لحظه. لو الشرط ما اتحققش يبقى هنعمل اف ثانيه. ركزوا في اللي انا بقوله، بنقول له اف البي 2 دي لو اصغر من 50% اذا اديله زيرو. طب لو لا، لو الشرط ما اتحققش يبقى هنفتح اف ثانيه. اف ايه ثانيه؟ هنروح ايه لو بي 2 اصغر من واحد كام؟ 61%.
بصوا يا جماعه، مش من 50 ل 60 بياخد 1000 جنيه تمام كده؟ تمام. الواحد من 60 هياخد 2000 جنيه تمام؟ يعني الاصغر من 61 هيبقى 2000 هيبقى 1000، يعني الاصغر من 61 هياخد 1000. تمام تمام. انتوا تمام عن اقتناع، يعني عارفه انت يعني اهم حاجه اقتناع. هو اقتناع بس عشان خاطر يعني انا كنت متخيل ان انا يعني مش متخيل ان في معادله واحده ينفع يبقى في 2 اف، يعني بحاول استوعبها بس يعني ما هو كل الغلط هيبقى اف يعني لا لا يعني كل الغلط هحط له قاعده، يبقى قاعده جوه قاعده جوه قاعده، مش الثلاثه جنب بعض. جدع اميره، انت اشتغلتي في الاكسل يا اميره؟ تمام. لا دماغك لوجيك، بس دماغك لوجيك جدع. لا دماغك لوجيكال بس بتوقع يعني صح جدع صح. ايه التفكير اللي هيحصل فعلا؟ هي كل الغلط كل الـ لو الشرط متحققش هندخله في اف تاني. انتوا يا جماعه على فكره انا عملت قبل كده 64 تمام 64 64 حاجه يعني جت من دي غلط كده يعني كتير. طيب ممكن نحاول نحلها؟ طب تمام. ايه بصوا يا جماعه هنبتدي. طيب هنقول ايه قبل ال 50% لازم تبقى زيرو الاول، يعني دي حاجه قبل 50% صح كده؟ ايوه بس مع حضرتك سامعيني هم معايا بقى، خليكم معايا عشان انا بحب قوي الناس اللوجيكال دي. هندوس يساوي تمام وهندوس اف اهي. الخليه دي اللي هي البي 2 اصغر من 50%، اذا لو الشرط ده اتحقق الترو ده اصغر من 50%. اصغر من 50% اديله زيرو. افرض واحد عمل 30% مش هياخد حاجه. شفت كده جدع؟ تمام تمام. اديله زيرو. طب لو لا اللي هو لو الشرط ما اتحققش هنروح فاتحين اف ثانيه هنقول له لو دي لو الخليه دي اصغر من 61%، ركزوا 61% نحط 1000 نديله 1000. الاصغر من 61% تديله 1000 كوما اف ثالثه بقى. ايوه بالظبط. ركزوا كده بالله عليكم في اللي انا بقوله. الاصغر من 50% ده كده كده هياخد زيرو. الاصغر من 61% هياخد 1000 جنيه. يبقى كده ايه اتحصرت ما بين ال 61 وال 50%. فاهمين قصدي؟ مش هو المفروض ان هو لحد 60% ياخد ال 1000 جنيه صح كده؟ ما انا بقول اقل من 61% ال 1000 نقول له يعني اخر 60 يعني اقل من 61 يعني اخر 60 بالظبط. واحنا كده كده قلنا اللي اقل من 50 فكده اتحصرت ما بين ال 50 وال 61. فاهمين قصدي ولا انتوا معايا؟ لا كده فاهمه. تمام تمام. نبتدي يا مستر. تمام 50% اقل من 50% اديله زيرو. طب لو لا يبقى الاقل من 61% اديله 1000% اهو. طب لو لا ايه اللي هيحصل يا اميره بعديها؟ يبقى نعمل اف جديده. لا خلاص كده بقى. خلاص لا خلاص احنا قلنا احنا اتفقنا على شرط. احنا حضرتك عايز الاثنين دول بس مش عايز نكمل لو لا اديله 1000. لو لا هندي له ال 2000 جدع بس كده. ونروح قافلين الكوس اهو. بصوا يا جماعه شايفين في كوس اهو مفتوح اهو ادي الاحمر بس كده وفي كوس اسود. انتوا اقعدوا اقفلوا الاكواس لحد ما اللون الاسود ده يظهر معاكم. بص اهو يعني انت تدوس 1 2 ندوس انتر اهو. تعالوا بقى نسحب بقى المعادله تحت كده ونشوف ايه اللي هيحصل. دي اقل دي 50% بالظبط. انا قلت اللي اقل من 50% تمام. اللي اقل من 50% خد زيرو. يعني شايفين ال 40% دي حصل فيها ايه؟ خدت زيرو. معايا ولا مع الاسف؟ تمام تمام كده. خد انت معايا تسنيم ولا تمام. الو كده كنتوا فاهمين كده يا اميره؟ كنتوا معايا في اللقطه دي؟ تمام. رحيم يا احمد خليكم معايا بالله عليكم. تمام فاهم. بص
دي 50% بالظبط، 50% بالظبط. انا كده كده متفق مع اي للمعادله لو اقل من 50%، ما قلتش بيساوي كمان 50%. فاللي اقل من 50% خد زيرو، زي ال 40% دي كده خدت زيرو خلاص. من اول 50 خدت 1000 جنيه اهي، 70% خدت 2000 جنيه اهي، 90% خدت ال 2000، ما انا مش حاطط لها شرط. انتوا فاهمين ولا؟ معلش خليكم بس معايا، يعني انا بحس الدنيا بتقطع فجاه كده. لا تمام فاهمين. تمام 60% زيرو. طب مثلا لو حطيت هنا 30% زيرو. طب لو انا حطيت هنا 49% زيرو برضو زيرو، لان هي اقل من 50. لحد 49% زيرو برضو. اه احنا محددين النسبه. تمام بالظبط، هي دي بالظبط. طب ايه رايكم لو احنا عملنا المعادله دي على كل دولت؟ ايه رايكم يا جماعه؟ كلهم مره واحده هنعمل 3F. سهله. ايه رايكم؟ ها تمام مش يلا بسم الله. مش تمام يا عم احمد، يا اميره، يا تسنيم، يا ابراهيم، يا حسام. ما حضرتك خليكم معايا بالله عليك، معلش حسوني بالامان خلاص. ايوه حضرتك سالنا وقلنا نكمل. ماشي بصوا احنا نعمل اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم هنقول ايه؟ ايكوال اف. ايكوال ايكوال اف صح جدع اهي. ايكوال اف اهي. اي تاني حاجه بسم الله الرحيم هتبقى ايه؟ لا يا بي 2 الاول واحده بقى ليه 50% اقل من 50% بي 2 اقل من 50% ايوه كوما 0 كوما اف كوما لا ما لا لا فاهمين يا استاذ اميره ما 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 تسمعليش ما تسمعليش المعادله ايوه لا ما انا فاهماها ماشي هنروح قايلين كده اقل من 50% يبقى الياس بتاعها 0 والنو بتاعتها اف ثانيه اه لو اقل من 50% هتبقى 0 طب لو لا هنعمل اف اف جديده لو اصغر من 2 اصغر من 61% 61% واحد ثواني كده الياس بتاعها 1000 يساوي 1000 اه طب لو لا هنعمل اف ثالثه والنقطة بتاعتها ايوه النقطة بتاعتها صح لو بي 2 اصغر من كام ها اف. ها 71% صح جدع 71% 71% هتبقى بتساوي 2000 2000 2000 اف سيجمنتيشن اف ثالثة لا هتبقى اف ثالثة بقى اف ثالثة لو اصغر من 81% اصغر من 81% 81% ثواني 81% كوما كام ليه تبقى صفر لا. لا 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 تبقى اقل من 2000 كام 3000 3000 جنيه صح كده لا كوما طب لو 4000 ايوه 4000 تمام لان كل بص لا 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 خلي بالك اف الرابعه بقى لا لا مفيش اف رابعه مفيش اف رابعه ايه لانه ممكن اكتر مفيش لا اربعه رابعه اسمعوني يا بنات اقل من 50% خد زيرو اقل من 61% خد 1000 جنيه زيرو اقل من 71% خد 1000 تمام اقل من 81% خد 3000 جنيه غير كده ياخد ال 4000 جنيه يعني فوق ال 81% ال 4000 مش اقل من 81 هيبقى اكتر اكيد فياخد 4 جدع صح من تمام من الجمله دي ابراهيم جدع يا هيما جدع يا هيما جدع قوي يا هيما هنبقى 4000 جنيه نيجي بقى في فكره الاكواس اللي مفتوحه دي بص انت تقعد تقفل الاكواس دي كده لحد ما يطلع اسود اهو اهو بس بص لازم نقعد نقفل وبعد كده بقى تعالوا بقى نقفل بقى كده لتحت بص بقى ده 90% خد كام؟ اكبر من 81 فخدت 4000 اكبر من واحد جدع ده 60% خد كام؟ خد 1000 جنيه. لانه اقل من 61 عشان اقل من 61% جدع ده طب تعالى خلي دي 80% مثلا 80% دي 80% لان ال 80 وال 71 بياخد 3000 جنيه صح ولا غلط؟ اقل من 81 مظبوط اه طالما لسه ما وصلش ال 81% جدع طب ايه رايك لو احنا خلي ده 120 120% هتبقى كام يا جماعه؟ ها؟ ها؟ هياخد برضه الاربعه اربعه جدع صح جدع
اخد ال 4000 جنيه. ايه رايكم يا جماعه؟ مظبوط. لو حضرتك مثلا دي حاجات في المية، فتقريبا المفروض انها اخرها 100%. لو في حاجات تانية قوانينها مثلا ان ليميت برضو معين، يبقى احنا ندخل في اف جي اخيره انها مثلا تكون لو اكبر من الرقم دوت نعمل زيرو. يعني ايه قصدك؟ فهمني. نقفل القاعده تاني. لو بيعي زي ما حضرتك هنا كاتب في العمود رقم ايه اخره، في حاجات تانية بيبقى مثلا اعمار او اي حاجه ليها ليميت بعد المية، بعد يعني ايه يعني هنا انا عايزه اخد لحد 100% بس، مش عايزه اكتر من كده. طب تعالي نجرب، ايه رايك؟ فاقوم عامله في القاعده اللي انا عملتها تمام، هاخد اخر واحده اف اكبر من ال 100% ياخد الزيرو، ياخد ال 4000 يبقى الياس بتاعه زيرو، ياخد ال 4000. مش انت بتقولي 100%؟ ايه بعد 100%؟ ده هنا. لكن عموما لو عندي حاجات ما بين حاجه وحاجه، انا فاهم انا فاهم، مثلا مش عاوزه اكتر عنه، او مثلا لو اعمار سن مثلا في وظيفه معينه بمرتبات مثلا، فانا عندي اللي مثلا فوق ال 50 سنه ما ياخدش او كده يعني. بالظبط، ما هي نفس الفكره. فانا مش عاوزه ازوده، مش عاوزه اعدي. انا فاهم انا فاهم. 80% فيما فوق، يعني اخر رقم عندك كام مثلا؟ بصي يقول لك مثلا ايه؟ لا في لو عندي ليميت، بصي اسمعي، لحد 60 سنه قبل 60 سنه قصدي، بعد ال 60 فيما فوق يعمل ايه؟ ياخد ال فاحنا بنعمل ايه؟ نفس مش هياخد مرتب بقى، يعمل زيرو عنده او او مثلا نكتب له حاجه. يبقى نحسب دي مثلا ايه؟ من 81 فيما فوق. على فكره هي نفس الفكره، على فكره مفيش اي تغيير. نعم؟ الو ايوه معلش، ايوه معايا ايوه معايا بس تمام. صوت بس كان بيقطع معلش. ايوه بس تعالوا بقى اللقطه الجميله دي. تمام بقى يا جماعه، بصوا اللقطه دي حلوه جدا. تمام معايا مستر، ممكن تبعت الورد بتاع النهارده عشان حاجات تراجع تاني، عشان خدنا حاجات كتير مهمه النهارده. حاجات بتاعت النهارده يعني عاوزه ابص عليها تاني عشان خايف عليك الصراحه، يعني فعاوزه ابص عليك وقت تاني لو مع حضرتك، يعني حضرتك ممكن تقول معاك كده كنت اصلا. ها يلا نكمل. تمام يلا يا جماعه عايزكم بس، هو انا قبل ما اقول اي حاجه، هو القلب اللي بيجرحنا في حاجه اكيد جرحه. المهم يعني ايه، انا بس كنت عايز افصلكم شويه. المهم عشان بقى نكمل على اللقطه دي، اللقطه دي هتعجبكم قوي يا جماعه. بصوا بقى مركزين معايا ولا لا؟ صوت مصري عندي بيقطع. تمام كده، يعني انتوا اهم حاجه انتوا سمعتوا بتاعه القلب اللي بيجرح ولا لا؟ طيب اه لا تمام. طيب بصوا بقى يا جماعه، اللقطه اللي جايه دي هتعجبكم قوي. بصوا عارفين الفكره اللي انا بقولها فكره ايه؟ الفكره اللي انا كنت عاملها هنا اصلا دي فكره الثانويه العامه، او فكره ال اسمه ايه؟ ترتيب، او فكره ترتيب الاوائل الدرجات والمجاميع وكده. هي دي نفس الفكره، تنسيق ثانويه عامه جامعه مدرسه عموما، صح كده؟ مش لازم عادي اي مدرسه طلب. عارفين احنا غيرنا ما بين ناجح وراسب، يعني عارفه لو احنا غيرنا مثلا قلنا ايه اللي 60% مثلا ده مثلا ضعيف. ده احنا بقى زي الكلمه زي ما كتبنا يعني مثلا كلمه ضعيف. تقديرات بقى، فاهمين؟ مثلا ما بين دي مثلا تمام، وخليناها مثلا متوسط
هتبقى مثلا تعال نسحبها لفوق جيد جدا و سبعين في الكام خالص احنا مثلا دي كده تمام جاي اهي تمام وغير كده طبعا بقى كده جيد كده غيرت كلها بقت تقديرات تمام ودي بدل هتبقى راسب تمام معايا يا جماعه كلكم ولا ايه؟ اه تمام حلوه الفكره دي صح؟ حلوه الفكره دي صح؟ اه جميله ما شاء الله تسلم يا مستر اي خدمه صينيه البطاطس تحفه تعالوا بقى نكمل بقى في اللقطه اللي جايه دي هتبقى احلى بكتير قوي على فكره الصينيه اللقطه اللي جايه دي هتبقى صينيه بطاطس بجد هتعجبك بص يا سيدي واحد اسمه احمد في الاثنين ونجح في واحد وسقط في واحده في الاثنين وسقط في الثلاثه واحنا بنعد ازاي؟ بنعد ازاي يعني؟ بنعد ازاي؟ انت مثلا لما تيجي تعدي 1 2 3 4 صح؟ صح؟ بنعد ازاي؟ بنعد ازاي في الاكسل؟ بندوس بندوس على الزرار يطلع على طول دوس على الزرار يطلع الشعار بصوا يا جماعه في معادله احنا خدناها اسمها كاونت ايه امبارح يوم الجمعه اللي فات اسمها كاونت ايوه كاونت واحده كانت سم اللي هي احنا بنعد ارقام بس مش نجمه مش بنعد غير النجمه كاونت للعدد تمام هي من اسمها كاونت اللي هي الاسماء عموما او اي حاجه ثانيه مش ارقام بس هو تقريبا في اثنين كاونت يا مستر صح؟ كاونت الاولانيه اللي هي كاونت الوحده دي بتعد ارقام بس لكن كاونت الثانيه نصوص كله تقريبا بالظبط واحده بتعد ارقام واحده بتعد اي حاجه اسماء ارقام كده يعني بالظبط هي ده اللي بنحصل فيه بصوا بقى يا جماعه فاحنا عايزين نقول له ايه بقى بص يا معلم نقول له لو الحاج احمد او مصطفى او جعفر ده لو هم حققوا اثنين يعني لو سقطوا في اثنين كده مكتوب كده هو اكسب الامتحانات تمام محدد له النسبة يعني تمام يعني بقول له ايه لو هو سقط في الاثنين يعني لو قدام الاثنين تمام اللوجيكلي تمام تمام كده ستي تعالي تمام طلع على النبي كده تمام يساوي كاونت اف ار اللوجيكلي اللوجيكلي بيقول له ايه لو كاونت حطيت بقى كلمه كاونت جواها كاونت ده عاملين كده تمام لا كاونت اف يا جماعه كاونت اف انا اسف كاونت اف احنا العدد بص يا جماعه نعد هنعد العمود رقم اف او عمود ايه ثانيه يا امير هقول لك على حاجه لما احنا نيجي نعد بس يبقى كاونت بس كاونت ايه هتبقى كاونت اف احنا عايزين نعد كل ما هو كلمه اسمها فين بشرط يعني نعد بشرط هو انا بتحس ان انا بصوا يعني بصوا اسمعوني مش احنا لما بندوس كاونت اف كاونت اف اهي يقول لك الرينج ايه المدى ايه انا اقول له احنا عايزين نعد كل ده يقول لك بقى انت عايز تعد ايه بالظبط اقول له كلمه فيل اهي دوس انت واحد اهي ما فيل دي فرق يعني واحده بس طب لو انا سحبت المعادله لتحت قال لي دي ثلاثه في ثلاثه فيل اهو في اثنين فيل اهي صح ولا غلط
تمام. العد اللي هو الشرط اللي انتوا بتعدوا بشرط، فاكرين الجمله؟ تمام. ايوه ايوه. بصوا بقى، نروح يساوي اهي اف اهي. اللوجيكال تيست اللي هو ايه؟ نروح كاتبين كاونت اف. فيل دي لازم عشان ويا تسنيم ان اي لازم حرف ما بين كوتيشن. فيل اهي. بصوا من لسه جوه كلمه كاونت، لما اجي اقفل القوس هنتنقل لاف اهي. بص لاف اهي بيقولوا ايه؟ لو الكاونت اف ده اكبر من 2، لو عدد الفيل دي اكبر من 2، فاكر مين انا بقول ايه؟ ايوه اه. بنقول له الشرط اهو، لو عدد الكلمه فيل دي اكبر من 2، يعني لو عددهم اكتر من 2، اذا اللي هو لو الشرط اتحقق اكتب لي عليه ان هو راسب. راسب راسب سائط. سائط الصلاه على النبي. اه اكتر من 2 مش هنقص. طب لو لا، لو لا يبقى ناجح. يبقى ناجح كوما برضو. يبقى ناجح ناجح. اقفل القوسين ده بالله، لو انتوا بتستخدموها هتنبسطوا جدا، والله العظيم هتنبسطوا جدا. نروح داسين انتر اهو. ده ناجح اهو. ايوه صح. هو نجح في 2 وسقط في واحده. نجح في النجحين يبقى ناجح. الوحيد اللي ناجح اساسا. طب ما هي دي فين؟ طب نو ريزلت دي هيحسبها ايه؟ طب هو ازاي ده سقط في 2 ونجح؟ معلش الحاج مين انا؟ ثانيه كاونت اف لو دي اكبر من 2، لا انا كاتبها اكبر من 2، لا احنا لازم اكبر من يساوي 2، لا معلش انا اسف، لو دي او اكبر من 1. بصوا يا جماعه ركزوا، دي 2 هي هيبقى كده بالنسبه لي ان هو ناجح. انت مش حاططها بيساوي. بصوا انا بص، لو اكبر من او بيساوي، شايفين كلمه يساوي دي اكبر من او يساوي 2، يبقى راس. بص تمام، واروح ساحب 2 تحت كده، ده كده 2 كده، ده كده نجح في واحده كده ظبطت بقى. بس عمل النو ريزولت دي كانه ما شافهاش. النو ريزولت هو ما حسبها. هو احنا اتكلمنا على الفيل مش على السكسس. الفيل هنا يبقى هيبقى راس. فهمت قصدي ايه؟ دي بصي اختراع يا تسنيم، اختراع يا امين. ايه رايكم؟ لا جامده جدا. يا عم احمد ايه رايكم يا جماعه؟ لا شغل في خير والله. عايش جدا يعني. انا بس كده ان انا حبيت بس ان انا اوريكم شويه حاجات حلوه يعني. دي على فكره يا جماعه، على فكره يا امين، على فكره يا امين، اف لو انتوا استخدمتوها هتبسطكم قوي. في حاجات كتير بس يا جماعه، اختراع 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 بجد. تسلم يا مستر. والله عنده مشاكل يا جماعه عايزه تتحل مثلا، ولا حاجه في شغله قابلته مثلا في الشغل او عملت له اي حاجه، انا كده كده هحضره. شكرا يا مستر. طيب شكرا جدا. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وبعد اذنكم اي حاجه، اي حد عايز اي حاجه لو هو شغال بالاكسل او عايز يحل اي حاجه بالاكسل انا تحت امرك. ماشي تمام يا مستر. شكرا جدا لحضرتك. شكرا جدا ليكم يا جماعه. تذاكروا بس المحاضره، هو كمان هرفعها بتاعتي. حد شاف القناه بتاعتي ولا لا؟ انت حضرتك ممكن تحط لنا اللينك طيب على الجروب نشوفها. اللينك في المحاضره اهي يا جماعه. انا عملت لكم ال انا كنت رافع لكم اهي اللينك اهو، لو انتوا عايزين اهو انا هبعت لكم ريبلاي عليه اهو. اللينك اهو. انا بكتب لكم اهو دلوقتي، ده اللينك، ابقوا خشوا عليه بقى وشوفوا دي القناه بتاعتي. شكرا جدا ليكم يا جماعه، وما تنسوش تعمل سبسكرايب وتشترك معايا في القناه. ماشي يا جماعه، يلا مع السلامه. مع السلامه. مع السلامه.